يوم من الايام سالت بابا، قلت له يا بابا انت ليه ما بتاخدش فلوس في البرامج وفي الندوات اللي انت بتقولها، مع ان انت مالكش مصدر رزق غير كتابتك وكلمتك. انت راجل مش موظف ولا ليك معاش ولا تبع دار كتب ولا تبع نقابه ولا اي حاجه، انت يا بابا ما بتطلبش فلوس ليه؟ قال لي يا بنتي لان كلمتي هي شرفي، ولان انا راجل معارض، معارض على طول الخط. لو خدت اي مقابل مادي قصاد معارضتي عيب يا ازيس. واحنا الحمد لله مستورين. وتقوليش الكلام ده لابوكي، قولوا لعبد الله رشدي والحواني انت بتاخد ثمن كل كلمه بتقولها من كتاب ربك، بتاخد ثمن الآية القرآنية اللي بتقولها. انتوا بتاخدوا ثمن التجارة بالدين. سيد الأمني كعبه اعلى منكم كلكم، سيد الأمني اطهر منكم كلكم. اللي ما يعرفش ذمة سيد الأمني انا اللي اكلمه عنها، مش عبد الله رشدي اللي يقول اشترى دنيته وباع اخرته. سيد الأمني اشترى الناس كلها واشترى بلده. انتوا اللي بعتوها عشان السعودية الوهابية وعشان شيوخ الوهابية وعشان تجارتكم بالدين. سيد الأمني عاش عمره بضمير وذمة، عاش عمره بضمير وذمة، وكعبه أشرف منكم وأعلى منكم. يا حويني أنت وعبد الله رشدي وكل الحسانة اللي بيتاجروا بالدين وبيتكلموا النهارده عن سيد الأمني. أنا اللي أعرف مين سيد الأمني، أنا اللي شفت معاناته، أنا اللي شفته في مرضه، أنا اللي شفته لما الحمد لله إنه مات مستور وما احتاجش لحد. لو كان احتاج لحد فيكم كنا شفنا وسخات أكتر من كده. سيد الأمني مات مستور، سيد الأمني مات على الكنبة دقنه ما ملتش، سيد الأمني مات راسه مرفوعة وجبينه مرفوع وكعبه عالي ونجيب سيرة أبويا، يا بخرب بيت امه. في عسكري خلاص. شكرا ليا.